شوية يقولوا بنتصور مع الخاطفين وشوية يقولوا احنا بنحافظ على ارواح الابرياء، ونسوا ان هم يتكلموا ان في ارواح ابرياء قبلهم بقالهم 28 شهر لغاية دلوقتي ما عرفوش. هل مش دي استمرار لسلسلة مهزلة بدأت من ايام منذ احداث الثورة الى الان، واحنا ما نعرفش مين اللي وراء اختطاف الثلاث ضباط وامين الشرطة، وان ده سلسلة تكررت وسوف تستمر طول مهيبة الدولة لم تصان. عندك إن لم هو المجند أو الضابط إيه إلا هو فرد بيشتغل لخدمة الوطن وبيحمي حدودها، هو مواطن في الأول وفي الآخر. أنا كنت أتمنى أكتر إن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة ووزير الداخلية ووزير الدفاع وفوقهم السيد الرئيس إن هو يفتكر إن في أربعة، الأربعة دول ما زالوا على قيد الحياة وما زالوا في أنا وزوجات الأخريات نتقاضى مرتب شهري من وزارة الداخلية، وإن دل فيدل على إن الأربعة أحياء. ليه أنت كوزير أو رئاسة الجمهورية ما بيدورش عليهم؟ والأهم هل المجندين السبعة هم المهمين علشان دلوقتي الوضع بقى أكثر أمنا عن أيام أحداث الثورة، ولا المهم أي فرد أو مواطن اختفى من البلد ورجوع لكرامة البلد؟ كل المواطنين مهمين يا أستاذ دعاء، المفترض كده، المفترض أن كل المواطنين مهمين. طب والأهم والأدق الطلبات اللي طلبنا الخاطفين للسبع مجندين، هل الطلبات دي أنا عندي الطلبات ووصلت لي وأعرف إيه هي الطلبات المطلوبة ودلالتها لما كل الشعب المصري يعرفها إن دل فيدل على تورط جماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر مع حركة حماس وراء اختطاف السبع مجندين؟ حركة حماس وراء طبعا حركة حماس والجهاديين الموجودين في سيناء منقسمة ما بين سيناء وما بين غزة، هم تحت سيطرة حركة حماس. ممتاز دغمش اللي ماسك جند الإسلام في غزة واللي جزء منه في سيناء هو تحت قيادة حركة حماس. انت دايما يا مدام دعاء تقولي كلام في منتهى الخطورة وما بسمعش حد يرد عليكي، يعني ما بسمعش حد يكذبك. طب انا هقول لحضرتك مش عارف ايه الحكاية، انت بتجيبي معلومات بتبقى خطيرة جدا يعني معلومات في منتهى الخطورة، وده اللي انا قلته قبل كده في برنامجي، وفي نفس الوقت ما حدش بيرد عليكي ودي حاجة غريبة جدا. انا عايز اسال حضرتك سؤال واحد. لا اتمنى من الله ان يكون السبع مجندين لم يعبروا او يتخطوا الحدود بتاعتنا من الجنب الاخر، يعني لو هم فعلا حقا وصدقا موجودين في سيناء فالقوات الخاصه اللي ارسلتها الجيش قادره انها ترجعها. انا اثق في الجيش المصري واثق ادام هم ما عدوش الحدود الجيش المصري هيرجعهم باذن الله. طيب لو ما رجعوش يبقى السبع دول راحوا فين؟ دعينا ننتظر، لازم كلنا نسأله. طبيعي طبيعي. وليه دايما الاختطاف عندنا ما بيحصلش غير يعني انا بقول يا استاذ دعاء يمكن السبعه دول هيكونوا مصلحه باذن الله لما يفرج عنهم في ان احنا نجيب الاربعه اللي فاتوا من فبراير 2011. اتمنى يا ريت بس للاسف يا استاذ محمود انا ما شفتش مسؤول في البلد اتكلم عننا. انا كل انا الضغوط اللي تمت على الاربعه هي اللي مخليه اجهزه البلد دلوقتي مهتميه جدا بالسبعه علشان ما يكرروش مأساه الاربعه والعدد يزيد ل 11 والاسر يبقى 11 اسره ويبقى الهجوم اكتر. وشان ليه؟ طب ليه ده مصري وده مصري، ده حقه يرجع لاسرته وده حقه يرجع لاسرته. يعني انا بنيابه عن نفسي انا شايف ان الاستاذ جابر القرموطي عامل معاكي مجهود رائع يشكر عليه، وانا شخصيا انا معاكي وهفضل اتابع قضيتك من خلال ما بشوفك مع جابر وهتكلم. اذا كنت تحب تشرفينا وتحكي الحكايه من اول وجديد ده شرف ليا، وتشرفيني في اي وقت انت والاستاذ احمد رشاد. القضيه دي قضيه مهمه، قضيه الاربع ضباط، ثلاث ضباط وامين الشرطه، قضيه مهمه جدا لا تقل اهميه على الاطلاق عن السبعه المخطوفين حاليا. احنا هنستمر فيها يا دعاء، انا معاكي والمحطه هنا معاكي ومعاك جابر القرموطي، يبقى معاك جزء من الاعلام يعني مش بطال ممكن يساعد معاك بشكل كويس جدا جدا جدا. فيعني ان شاء الله اذا لم يحدث جديد في قضيتك احنا بنرحب بيك تشرفينا ونساند انا وجابر، ادينا احنا الاثنين بنزق مع بعض لغايه ما نوصل لعمليه اختطاف ثلاث ضباط وامين شرطه مخطوفين من حضام من 4 فبراير 2011.